للمزيد من التفاصيل ينضم معي عبر سكايب سليمان، أستاذ سليمان الزايدي، المشرف على فرع الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان بمنطقة مكة المكرمة. أستاذ سليمان مساء الخير وسعيد بوجودك معي في حلقة اليوم. يا مرحبا، حياك الله. بداية هل لك أن تطلعنا أكثر حول هذه اللائحة وأهمية تطبيقها أيضا؟ شكرا لكم. أولا لائحة هي مفسرة لنظام، نظام صدر في 3/6/1443 بمرسوم ملكي، هو اسمه نظام كبار السن ورعايتهم أو نظام كبير السن ورعايته. هذا النظام الحقيقة يعني معتمد أصلا على مادة في نظام الحكم، هي المادة 27 التي تقول تكفل الدولة حق المواطن وأسرته في حالة الطوارئ والمرض والعجز والشيخوخة، وتدعم نظام التضامن الاجتماعي وتشجع المؤسسات والأفراد على رعاية وخدمة كبير السن. من هنا جاء هذا النظام. هذا النظام هو صدر وسيطبق بعد 90 يوما من نشره في الجريدة الرسمية، وسيكتب له لائحة تنفيذية أيضا بعد 90 يوما من نشره في الجريدة الرسمية. طبعا حتى الآن لم تكتب اللائحة، ونحن نتوقع ونتمنى أن تتدارك اللائحة بعض الميزات أو بعض الأمور التي المشرع لم يضعها في النظام. يعني كتب كثير من الكتاب والمدونين لاحظوا على النظام بعض يعني بعض الأشياء التي يمكن أن تضاف إليه وتعز وتقوي. طبعا الدولة رعاها الله عندما وضعت هذا النظام، غرضها يعني هو رعاية وحماية كبار السن وتحسين جودة الحياة لهم، هذا الأساس، تحسين جودة الحياة لكبار السن. وطبعا كبار السن عندنا في المملكة كما تقول الإحصاءات عددهم قليل، 5%، يعني 1,300,000 يعني يتجاوز 60 عاما، لكن في المملكة بالتأكيد نحن لسنا محتاجين لخدمة هذا العدد، لأنه نحن مجتمع التضامن والتكافل والرحمة، وكثير من الأسر يعني ترعاها أو الكبار السن ترعاهم أبنائهم. إذن كأنما الفئة القليلة يعني ربما نصف 5% يحتاجون الرعاية. وبالتالي أنا أتمنى أن تقوم الوزارة بكتابة لائحة تضيف للنظام أو تعز هذا النظام، خاصة وأن اللائحة لديها مادة، هي المادة الثانية عشر، تمنح الوزارة الحق في التفسير والإضافة وتعزيز وتقوية النظام وفتح فرص وحقوق لكبار السن في المجالات الحياتية، سواء الخدمات التي تقدم الدولة والخدمات التي تقدم القطاع الخاص. يعني نحن طرحنا في الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان أن يضاف لهذا النظام ما يعزز ويقويه، والجمعية الوطنية لحقوق الإنسان أيضا هي من الجهات التي لاحظت من فترة طويلة أن كبار السن يحتاجون رعاية. نعم. ما هي أبرز العقوبات أو المخالفات في هذه اللائحة؟ في مادة، هي المادة المادة أعتقد المادة بالضبط المواد 3 و15 حددت العقوبات والمخالفات في حال يعني الإساءة لكبير السن. طبعا والوزارة والنظام أيضا حدد لوزير الشؤون لوزير الموارد البشرية أن يشكل لجنة دائمة لتحديد أو لجنة لكتابة العقوبات التي يجب أن تنص عليها أو تعالج المخالفات والإساءات التي تعرضها كبير السن. وفي حال أنه من وقعت عليه عقوبة له الحق أن يستأنف لدى المحكمة. هل العقوبات هذه محددة في النظام؟ أي نعم، المواد 3 و15 حددت العقوبات وقالت عليها أن يعني نوع من الإساءة والإهمال وعدم إعطاء العناية بالكبير السن، خاصة من يعني الأسرة أو الذين يقومون بولايته، أصحاب الولاية عليه، إذا أساءوا له أساءوا لممتلكاته. ما هي العقوبات التي ستقع عليهم من أساءوا لكبير السن؟ أكبر العقوبات اللي قيل أن عقوبات تحددها اللجنة الخاصة اللي يعني
يعني ستشكلها الوزارة. نعم. تحدد هذه العقوبات وهي يعني منتظر ان اللائحة تفسرها اكثر. تفسر هذه اللائحة. لكن نحن دائما نقول انه هذا النظام لعل اللائحة تتدارك، خاصة في مادة اللائحة الواحدة من المواد اللي هي المادة الثانية عشر، يعني تعطي اللائحة الحق انها تحسن في النظام وتقويه، خاصة فيما يتعلق بكثير من الأمور التي لوحظت أن اللائحة يجب أن تدعم وتقوى من خلال إضافات يعني طيب. كثيرة، علاج مجاني، تمريض منزلي، إعفام بعض الرسوم، خدمات تفضيلية، استخدام وسائل النقل العام بدون مقابل كما هو موجود في بعض الدول، الوقوف في مواقف النقل العام والمطارات والمستشفيات بدون رسوم، تحقيق ما جاء في المادة الثامنة هو الصرف المادي، وهذا مهم جدا. بعض الاخوان والمدونين يرون انه نحن في حاجه الى انه نصرف الرواتب. نعم. لكبير السن استاذ سليمان، الرواتب التضامني يصرف له من خلال الرواتب، لكن ايضا هذه الماده تعزز وايضا تضيف راتب او مخصص لكبير السن. نعم. الخبره طبعا هؤلاء احنا نسميهم اهل الخبره أو هم البنائين الأوائل، الكبار السن هم البنائين. يا أخي نحن في مجتمع نعيش رفاهية، من بنى لنا هذه الرفاهية؟ من هم البنائين؟ من هم التنمويين الذين يعني صنعوا بعد توفيق الله هذه الحضارة؟ هم كبار السن، هم أهلنا، هم يعني المرأة في البيت تعليم أبنائها، الرجل في الحقل، المزارع في مزرعة. أنت ذكرت أستاذ سليمان أنه يصرف له راتب كبير السن، هل هذا يصرف بالفعل أو أنت تطالب بصرف راتب لكبير السن؟ لا، المادة تقول كذا، المادة الثانية عشر تقول يصرف له، أو واحدة المواد تقول إذا لم يكن لدى العائل إمكانية للصرف عليه يصرف عليه من الدولة. أنا أعتقد أنه لابد تقوى هذه اللائحة، بحيث أنه أيضا إشراك القطاع الخاص. نحن الآن لدينا كثير من الهيئات والمؤسسات التي ترعى كبار السن. نحن لما نقول كبار السن بعض الناس تبادر إلى ذهن أنه المتقاعد. لا يا أخي، كل رجل أو مرأة سعودي بلغ 60 من عمره فهو له الحق بالتساوي في الدعم والرعاية والاهتمام. وبالتالي عندما نتحدث عن هذه الإضافات للنظام وعن هذا النظام، نحن نطالب يعني أن ننظر للجميع بنفس النظرة، لأنه فعلا هم كبارهم في الخبرة، كبارهم في القيمة. نعم. كبارهم في العمر. نحن نسميه نظام كبار السن، دول أخرى تسميه كبار المواطنين، يعني نوع من التقدير لهم والحفز. نعم. البطاقة التي قيل عنها أنها تكون ضمن النظام وفي بطاقة ضمن النظام، بطاقة خدمات، نرجو أنه يعني وزارة التنمية تدعم هذه البطاقة بقوة وتعززها وتشرك النظام، تشرك القطاع الخاص. القطاع الخاص ليس معفى من مساعدة وخدمة كبار السن، وما يقدمه ليس أيضا تطوعا منه. كبار السن هم صنعوا هذا المجتمع، صنعوا هذه الحضارة، صنعوا هذا. طيب. هذا الإنجاز. عشان ما نعيد الكلام أستاذ سليمان، النظام عشان ما نعيد الكلام، نظام كبار السن هذا المقصود فيه أي سعودي أو سعودية فوق 60 اللي تحت وغير، يعني ما حد يرعاه، ولا أي واحد فوق 60 يشمل هذا النظام؟ كل مواطن سعودي أو مواطنة سعودية بلغ 60 عاما من عمره، هذا النظام يخدم ويشمل يعني سواء كان موظف أو غير موظف. نحن ننظر لهذا الجيل الكبير، هو جيل الريادة، جيل الخبرة الذي صنع الحضارة، ننظر لهم أنهم أصحاب فضل على المجتمع. والعدد يعني عددهم، نحن مجتمع نسمى المجتمع الشاب. نعم. نسبة هؤلاء في المجتمع 5% يتناقصون، لأنه نحن مجتمع نرى أباءنا وأمهاتنا، وبالتالي لن تجد وزارة التنمية البشرية عدد كبير جدا من محتاجين الخدمة، وبالتالي نعم. عليها أن تقدم وتحسن الخدمة. شوف يا أخي، نحن لدينا يعني هؤلاء يحتاجون مثلا مراكز ترفيه، ومراكز يعني يجدون يقضون في أوقاتهم. شوف أرامكو الآن كم هي مراكز أرامكو جميلة التي يعود ويرتادها المتقاعدين من أرامكو. نعم. نتمنى أنه الوزارة فعلا تستفيد من خبرات مثل خبرة أرامكو وغيرها.
القطاع الخاص ايضا عليه ان يساهم، عليه ان يبذل. في دول اخرى، في دول اخرى تستعين بالقطاع الخاص لتقديم الخدمه على ان تدفع الدوله ما يقابلها. نعم.